أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جزاك الله خيرا. أحسن الله يا رب. أمين. بسم الله. الحمد لله وكفى وسلام على رضي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام. جزاك الله خير. آل بيتي العظام المستقبلين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، وقفنا عند قول الله جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقلنا بهذه الآية قد احتج بها بعض العلماء على أن صالح البشر أفضل من الملائكة، كما قلنا لنوع البشرية ولأنه مركب فيه شهوة، وأيضا بأنه حتى وإن تعدى وإن كان فيه شيء من المعاصي فإنه إن تاب راجع إلى محل فوق هذا المحل. نعم. أو إلى مكانة فوق هذه المكانة. نعم. قال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، المراد هنا يوم القيامة، المراد هنا يوم القيامة. وقد قرأ الحسن البصري: يوم يدعو كل أناس بإمامهم. وقد قرأها أبو عمران الجوني: يوم يدعى كل أناس بإمامهم. البنا: يوم يدعى كل أناس بإمامهم. وفي قول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، نعم، المراد بالإمام هنا هو الرئيس. أو المعظم أو المتبع أو الكبير. وقيل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إمامهم أعمالهم.
وهذا روى عطية عن ابن عباس وبه قال حسن أبو العلي. وقد فسرها بعضهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بنبيهم. وهذا ورد عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير ومجاهد وغير هؤلاء. وقيل في قول الله في علاه يوم ندعو كل أناس بإمامهم بكتابهم، كل كتاب مطبوع عليه أعمال الأعمال، كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهو الكتاب الذي أحصي فيه الأعمال، أحصيت فيه الأعمال. يبقى إذن نقول بناء تفسيرات أربعة، رئيسهم معظمهم مقدمهم عملهم نبيهم كتابهم. والحق أنه لا منافات بين التفسيرات الأربعة. في قول الله جل وعلا يوم ندعو كل إناس، يوم ندعو كل إناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم بكتابهم بنبيهم، وإلا فالنبي شهيد عليه، كما قال الله جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وبكتابهم فيكون شهيدا عليهم لا ينكرون منه عملا. وبعملهم تكون في كتابهم. نعم. والأعمال مكتوبة في الكتاب. فلا خلاف بين التفسيرات الأربعة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قال فمن أوتي كتابه بيمينه، إذن ينادى عليهم ومن أوتي كتابه بيمينه فيكون تكون له السعادة التامة، ويكون الله جل في علاه قد رضي عنه، وتكون الكرامة بعد الكرامة، وانتهت المعاناة حتى يستقر في رحمة الله جل في علاه، أو في مستقر رحمته سبحانه جل في علاه في جنات عدن. قال فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يقرؤون كتابهم يعني ينظرون، ما داموا قد أخذوه باليمين يقرؤون كتابهم فلا يجدون فيها إلا السعادة، ويقرؤون الحسنات التي قدموها لربهم وضاعفها الله جل في علاه وغلبت على سيئاتهم فتمحى السيئات وما تظهر إلا الحسنات، فتكون السعادة والبشر، أو يكون السعادة والبشر عندما يقرؤون الكتاب. فأولئك يقرؤون، شوف فأولئك، قال فأولئك وإشارة للبعيد، إشارة للبعد، وهؤلاء لهم ما لهم من المنزلة، الله أكبر، لهم ما لهم من المنزلة الطيبة الرفيعة عند ربهم جل في علاه، يرتفعون درجات علا لأنهم قد قابلهم الله جل في علاه وما ردهم، ولما غلبت حسناتهم على سيئاتهم فصاروا عند ربهم جل في علاه أهل المنازل العلا. قال فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هم أخذوا كتابهم بأيمانهم، لذلك لا يجدون فيه إلا الحسنات، ولا يظلمون فتيلا يعني لا ينقصون من ثوابهم من شيء بقدر الفتيل، بل الله جل في علاه يعطيهم أجورهم موفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الله على العباد عندما قال الله جل في علاه قال النبي إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك.
فقال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها 10 إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. ففيها المضاعفة وفيها إثبات الحسنات شكرا من رب العباد. قال ولا يظلمون فتيلا، فلا يظلمون ثواب عمل ولو بقدر الفتيل. قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى، قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر أعمى فهو في الآخرة أعمى. نعم، مفتوحة الميم. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بكسر الميمين. أعمى، وهذه كلها بمعنى واحد. قال من كان في هذه أعمى، هنا أعمى يعني إيش أعمى؟ ومن كان في هذه أعمى، وليس العمى هنا المقصود به عمى البصر، بل العمى يعني عمى البصيرة، سيأتي تفصيله. ومن كان في هذه، في هذه، هذه قولان أنها الدنيا، والمعنى من كان في الدنيا أعمى عن معرفة قدرة الله جل في علاه وخلق الله ما يشاء، فهو أيضا أعمى عندما يحشر في الآخرة. وقيل من كان أعمى بالكفر فهو في الآخرة أعمى أيضا، لأنه في الدنيا لم يتب فحشر كافرا. وأيضا المعنى من عمي عن آيات الله جل في علاه في الدنيا فهو عن الذي يعني غيب عنه من أمور الآخرة أشد عمى، ولأن مناط الإيمان هو الإيمان بالغيب. وأيضا من كان عمي عن نعائم الله جل في علاه فلم يشكرها، كما قال الله تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر تبتغوا من فضله، فهو أيضا أعمى. المجمل من هذا الباب في قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني من كان ضلا عن طريق الله جل في علاه، حاد عن مناط النجاة، وغفل عن جنة الدنيا، ولم يعقل عن الله مراده في آياته الباهرة القاهرة الظاهرة، وعمي عن طريق التسديد والتوفيق وحاد عنه، فهو أعمى في الآخرة، لا رشاد له ولا كرامة، بل التقريع والتوبيخ ثم العذاب الشديد والعقاب الأليم في عرصات يوم القيامة من الشدة والمشقة واللأواء، وفي النار في الآخرة. فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نعم، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وأعظم العمى في الدنيا العمى عن نعائم الله فلا يشكره، والله جل في علاه ليل نهار يذكرهم بنعائمه للشكر، ولأنهم لو شكروا زادهم الله جل في علاه وهداهم، لكنهم كفروا وجحدوا بها. وأعظم العمى العمى عن الآيات التي تدلك على طريق الله، طريق الهدى والنجاة، الصراط المستقيم وفق الشرع القويم، ثم ترد نفسك خائبا متقاعسا. ومن كان أعمى عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد له فهو في الآخرة أعمى، لا نجاة له، كما قال الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وهذا أيضا جزاء وفاقا وأجرا طباقا، كما قال الله جل في علاه
مبينا أنه يعني يستعتب ويقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نعم أضل سبيلا والله، لأنه في الدنيا ما زالت له المساحة والمسافة أن يتوب أن يؤوب أن يرجع، ومن تاب تاب الله عليه ولو في آخر أنفاسه، ولكن في الآخرة ليس له إلا سبيل ما فعل، ليس له إلا سبيل ما فعل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والمعنى هنا أنه في الدنيا أيضا في ضلال السبيل، فالمعنى أنه ضل السبيل فلم يعلم للنجاة طريقا ولم يعلم لرضوان الله جل في علا سبيلا، وهذا بأنه أصم أبكم، يسمع ولا يسمع، يرى ولا يبصر، يتكلم ولا يعقل. قال الله عنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وفي الآية الأخرى لا يعقلون، نعم لا يعقلون. قال الله جل في علاه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا العمى بعينه. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. سبب نزول هذه الآية فيها كلام كثير أن وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا متعنا بالله سنة وحرم ودينك ما حرمت مكة، فأبى ذلك فأقبلوا يكثرون مسألتهم وقالوا إننا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم، فإن خشيت أن يقول العرب أعطيتهم ما لم تعطينا فقل الله أمرني بذلك. شوف سبحان الله، فأمسك رسول الله عنهم صلى الله عليه وسلم ودخلهم الطمع فنزلت هذه الآية رواه عطاء عن ابن عباس أنهم أتوا قالوا أجلنا سنة ثم نسلم ونكسر أصنامنا، فهم أن يؤجلهم طمعا في إسلامهم بأبي وأمي، فقال الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك يا لها من آية مبشرة. نعم. وسبب نزولها أيضا المشركين قالوا النبي لن نكف عنك إلا بأن تلم بآلهتنا ولو بأطراف أصابعك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علي لو فعلت والله يعلم أني لكاره. شوف سبحان الله، فقط ليجرهم إلى دين الله. لكن وهذه كلها دلالات واضحات باهرات على المسألة التي ندندن حولها ليل نهار صباح مساء، ألا وهي أنه لا ينتصر الدين إلا وفق ما شرع رب العالمين، لا ينتصر الدين قط إلا وفق ما شرع رب العالمين. أما آلة المصلحة والمفسدة والمقاصد مع من لا يعقل ذلك ولا يعلمه ولا يتقنه ولا علم منه أنه أتقن هذا الباب ولا تضلع هذا العلم ولا تذوقه ثم يدعي مقاصد، أي مقاصد يدعيها الإنسان؟ انظر، لا يمكن نصرة الدين إلا على وفق ما شرع رب العالمين. حتى رسول الله لم يقبل الله منه ذلك، قال ما علي لو فعلت والله يعلم إني لكاره. فأنزل الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ثم لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ومن سبب النزول أيضا أن قريش خلوا برسول الله ليلة صلى الله عليه وسلم إلى الصباح يكلمونه وفخمونه ويقولون أنت سيدنا وابن سيدنا، وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون، ثم عصمه الله جل في علاه وأنزل وإن كادوا ليفتنونك اللهم عصمنا يا رب، اللهم عصمنا يا رب. وقيل في سبب النزول أيضا أن وجهاء القوم من مكة
في قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أطرد عنك سقاط الناس وماليهم وهؤلاء الذين لاحظوهم رائحة الضأن وذلك أنهم كانوا يلبسون الصوف حتى نجالسك ونسمع منك. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما يستدعي به إسلامهم. فنزلت الآيات، شوف سبحان الله، الله غني عن العالمين، ولو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. نعم. فأنزل الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري لتختلق علينا غيره. وهذا في الأولى عندما قالوا له وفد ثقيف، قال له قل إذا سألوك قل ربي أمرني بذلك، أعوذ بالله. قال الله تعالى وإذا اتخذوك خليلا، يعني بعدما تفعل ذلك وفعلت هذا وتقولت على ربك وحشاك ثم حشاك لاتخذوك خليلا، صافوك وأخذوك في الود وعلوا لكم المنزلة والمكانة، وهذا لا يسوي عند ربنا شيئا. قال ولولا حرف امتناع الوجود، يعني لولا أن ثبتناك لو تثبت الله لك على الحق كاد وعصمك من ذلك، قد كنت تركن من شيئا قليلا، هممت وقربت أن تميل إلى مرادهم. الله أكبر. ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، وقليلا هي قليلا لكنها كثيرة، لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. قال ابن عباس ذلك حين سكت عن جوابهم والله أعلم بنيته. قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فيها أن الإنسان لا ثبات له ولا سداد ولا رشاد إلا بالله جل في علاه، لا سداد ولا ثبات ولا رشاد إلا بالله جل في علاه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وهذه لترى بأن الله إذا وكل الإنسان لنفسه وكله لبور، وكله لخسارة، لعار، شنار، لضياع، والإنسان لا ينجو بحال من الأحوال إلا إذا أنجاه الله جل في علاه، وأن الله قوي قادر، وأن الله يعلم المحل القابل من المحل الذي لا يقبل. قال ولولا أن ثبتناك، فضل من الله ونعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك الله تعالى في الحديث القدسي قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. نعم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الفوائد المستنبطة، عظيم ربوبية الله جل في علاه أن يحشر الإنسان ومعه كتابه وعمله. نعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الفائدة الثالثة، الجزاء من جنس العمل. من ترك لنفسه هلك.
العبد الموفق من وفقه الله وأحال بينه وبين نفسه. العبد الموفق من وفقه الله وأحال بينه وبين نفسه. نعم.